اشتداد الحالة الماطرة يوم الجمعة وأمطار متوقعة على الرياض وتجدد الحالة الماطرة يوم السبت وإلى التفاصيل. حيث يتزايد تأثر المملكة العربية السعودية بمشيئة الله خلال الأيام القادمة بحالة ماطرة ناتجة عن توغل الموجة علوية نحو جنوب غرب شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع فعالية كبيرة يتوقع أن يبديها مرتفع بحر العرب في ضخ الرطوبة، بحيث تتكاثر السحب وتهطل الأمطار على أجزاء عدة من غرب ووسط وشرق المملكة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وأيضا يتوقع أن تتزايد التخريجات البحرية فجر وصباح الجمعة قبالة السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة لتصل إلى المناطق الساحلية الجنوبية ومنطقة الباحة، بالإضافة لأجزاء عدة من غرب ووسط منطقة الرياض إداريا. وبالانتقال إلى خرائط أنواع الهطولات المطرية، وكما نشاهد هنا وخلال ساعات النهار تشتد الاضطرابات الجوية على منطقة مكة المكرمة وتتركز حينها الأمطار على مرتفعات الباحة. بالتزامن مع ذلك يتسع نشاط السحب الماطرة على أجزاء من منطقة الرياض بما في ذلك العاصمة خلال ساعات النهار كما نشاهد. ومع ساعات المساء والليل يتوقع أن تشمل فرص الأمطار أجزاء من منطقة الشرقية خاصة وسط المنطقة بالتزامن مع استمرار الأمطار على أجزاء عدة من منطقة الرياض إداريا وأجزاء متفرقة من منطقة قصيم وحائل وجنوب منطقة المدينة المنورة، بالإضافة لبعض أجزاء من منطقة مكة المكرمة. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. زخاتنا المطر متوقعة بمشيئة الله، درجة الحرارة تصل إلى 9 درجات وسرعة الرياح تصل إلى 12 درجة مئوية. درجات الحرارة المتوقعة أيضا في 3 أيام القادمة في مدينة الرياض، أمطار كما نشاهد هنا، احتمال لأمطار يوم الجمعة درجة الحرارة نهارا 12، ليل درجة الحرارة 9، يوم السبت أمطار بمشيئة الله 16 نهارا و11 درجة ليلا، ويوم الأحد فرص لزخات من الأمطار أيضا درجة الحرارة 19 و12 درجة في ساعات الليل. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة ونبدأها أولا من سكاكا. 16 نهارا 9 ليلا، عرعر 14 إلى 7 درجات، تبوك من 17 إلى 7 درجات مئوية. في مكة المكرمة أمطار رعدية بمشيئة الله 24 إلى 20 درجة، في الطائف 16 إلى 13 درجة، فرص لأمطار رعدية في جدة من 28 إلى 20 درجة، في المدينة المنورة من 25 إلى 14 درجة مئوية والأجواء مشمسة. في أبها فرص لزخات من الأمطار 18 إلى 11 درجة، في الباحة أمطار رعدية من 12 إلى 10 درجات، وفي جازان فرص لأمطار من 30 إلى 25 درجة مئوية. في الدمام غيوم متفرقة من 21 إلى 13 درجة، في الإحساء فرص لأمطار من 20 إلى 11 درجة، في حفر الباطن من 15 إلى 8 درجات مئوية. وأخيرا في العاصمة الرياض من 12 إلى 9 درجات فرص للأمطار، في بريدة 16 إلى 10، وفي حائل من 15 إلى 9 درجات مئوية. كانت هذه أبرز التوقعات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.